بسم الله الرحمن الرحيم رسائل ربانيه يوميه الرساله الثامنه عنوانها تحيتهم فيها سلام مشاهدينا الكرام يا اهل صباح الايمان وصباح الرضا والرضوان وصباح العندليب صباح العندليب واللبن الحليب هيا بنا نداعب مسامعكم ومشاعركم بقوله تعالى <applause> وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام تحيتهم فيها سلام فيها معاني جميلة وفيها معاني جليلة هي التي نصطبح بها في صباحنا هذا. أهل الإيمان في الدنيا تحياتهم السلام يعيشون على السلام صلاتهم سلام حياتهم سلام يومهم سلام ليلهم سلام ليلهم سلام صباحهم سلام مساؤهم سلام يموتون على السلام ويبعثون على السلام ثانيا إذا كانوا يعيشون على السلام فإنهم يموتون على السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام بسلام يعني حياة المسلم كلها عبارة عن سلام في سلام في سلام في سلام والسلام يعني الأمن والأمن يعني الاستقرار يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الأمر الثالث أن طبيعة الكلام في الجنة والتخاطف في الجنه واللغه في الجنه كلها تقوم على السلام ذهب الفزع ذهب القلق ذهب الحزن ذهب الحزن الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب الملائكه يسلمون على المؤمنين المؤمنون يسلموا بعضهم على بعض الله تعالى يسلم على كل المؤمنين تحيتهم يوم يلقونه سلام الله والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلامٌ عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته <applause>